السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف موقع حلو أوي اسمه كود تبع مايكروسوفت، هتلاقي فيه حاجات لبرمجة الماكرو بشكل حلو أوي، برمجة السيركت، برمجة الماينكرافت والليجو والأركاد وحاجات كتير أوي سهل البرمجة. خلينا دلوقتي نشوف المايند ستورم الليجو دوت، يقول لي فيه حاجات موجودة جاهزة ممكن تفتحها وتبدأ تفهم. طيب هقول له نيو بروجكت، هنا دي البلوكات وهي حاجة بتكتبها بتظهر هنا معايا في الجافا سكريبت، وهنا بيظهر معايا الموتورز والشاشة وهكذا، وهنبدأ نشوف إن احنا إزاي نتحكم فيها. والشاشة دي بتقدر تخفيها وتقدر تظهرها، وبعد ما تخلص ممكن تعمل داونلود للكود اللي انت عامله، وممكن تشتري جهاز فعلا وتبرمجه وتوصله بالكمبيوتر وتخليه يعمل الحاجات اللي انت هتبرمجه بيها دلوقتي. هنا البريكس ممكن تقول مثلا عايز لما ادوس على زرار معين ولكن الانتر يبدأ يحرك حاجة معينة، مثلا يبدأ يحرك الموتور ايه دوت بالشكل ده بقيمة 50% او ما تدوس انتر اللي هي الزرار دوت. طيب بس كده لا، ممكن تقول له انا عايز حاجات تانية زي مثلا ان هو يبدأ بالشكل دوت والايمج ديت ويقول الكلمة ديت. طيب ممكن بقى ايه، على اساس ما تعملش كله بسرعة ممكن تبدأ تحط له زي بيوز في النص كده. تعالى نشغل، هاجي هنا واروح دايس على زرار انتر. طيب المدة شكله كده عاملين مشاكل، وكتب الكلمة هيت اللي هي هلو وورلد، والشكل المبتسم والتقدير. طيب خلينا بقى نيجي هنا نختار حاجة تانية عشان ما يبقى شكلها وحش. نشغل، لا الصوت برضو ده صوت معقول شوية. طيب دي الفكرة من البرمجة. طيب ممكن تبدأ تديله هنا مثلا يحرك بي، وهنا يحرك سي، وهنا يحرك دي، فممكن تيجي تكرر دي كده وتقول له لما يدوس مثلا على الزرار دوت يبدأ يحرك المكنة اللي اسمها بي. طيب ممكن نعمل بقى حاجة حلوة برضو، تعالى كده هقول له لما تدوس على فوق يبدأ بيشتغل ب50، ولما يشتغل حد يدوس على زرار اللي هو لما يدوس بقى على الزرار اللي هو داون هيقلبها للسالب، تقدر تحركها بالشكل دوت. تمام. طيب خلينا دي الاني مكنه دي خليها البي برضو. بص لما تيجي تشغل لفوق هيبدأ يشتغل في الاتجاه دوت، ولما تيجي تدوس على تحت هيعكس الاتجاه هيبقى بالسالب. طيب ديليت ممكن نحط مثلا حاجة معينة مثلا زي لوجيك، قاعدة معينة نقول له مثلا لو الشرط ده اتحقق اعمل كذا، لو ما اتحققش اعمل كذا. طيب نجيب بقى الشروط منين، ممكن تقول له مثلا ان زرار مثلا معين الديس اللي هو انتر مثلا، او ممكن تقول له مثلا احنا عايزين لو قرر بيساوي 3، لو قرر بيساوي لو المخرج اللي هو 3 دوت بيساوي اللون اللي هو الازرق دوت. وخلينا نحطها فور ايفر مثلا، يعني فور ايفر لو اللون ازرق اللي هو موجود هنا خلاص هتعمل حاجه معينه. هتعمل ايه بقى؟ ممكن نقول له مثلا اعمل لنا نفس الحاجات ديت اهي. طيب لو اللون مش ازرق ممكن تديله اي حاجة تانية، ممكن مثلا نقول له قرر كلمة معينة او قول كلمة معينة. خلينا نقول له مثلا قول لنا هو ممكن يقول صوت معين او حاجة معينة او هكذا. ماشي، ممكن نقول له اعمل لنا مثلا صوت حاجة معينة.
الحاجة دي ممكن تخليها لون. Red, white, blue, green. Bravo, EV3. Good Lego. Yes. Yes. ممكن نقول له سوري ان مش هو ده اللون اللي احنا عايزينه. Sorry, sorry, ممكن نيجي هنا. Sorry, sorry, color. Sorry, red, sorry, sorry, sorry. يبقى كده لو اللون ازرق هيبدا يروح للشو مود ديت ويعمل يستنى جزء من الثانيه وبعد كده شو ايمج يوريك الصوره ديت وبعد كده يستنى شويه وبعد كده يديك الكلمه دي وبعد كده يقول لك بلو. طيب لو اللون مش ازرق هيبدا ياخد الحاجه ديت. طيب خليها نشغل. Sorry, sorry. Blue, 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 لما blue, blue, بعد يقعد يكرر blue, 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 sorry, لا sorry, أي لون تاني هيقعد يقول sorry, 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 sorry. تمام؟ فزي ما انت شايف البرمجة سهلة جدا إن أنت تبرمج الحاجات ديت. ممكن تقول له مثلا ممكن ما تبرمجش موتور، ممكن تبرمج مثلا لارج موتور مثلا اتنين مع بعض السي والدي مثلا. Sorry, 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 sorry. Error, 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 error. كل اللي انت كتبته ده بيطلع لنا في الجافا سكريبت بيجي كأنك برمجت. يعني بيقول لك if لو سنسور كولر 3 اللي هي المخرج دوت او الوصله ديت اللون بتاعها از كولر ديتكتد كولر سنسور كولر دوت بلو اللي هو بالازرق اعمل ديت بريكس شو ذا مود مود مودز نوك اوت وهكذا. فهو حول لي الحاجات الموجوده هنا لكود تقدر تاخده كوبي وتبدا تحطه مثلا في اي مكنه او اي حاجه انت عايزها، وتقدر تشير الكود ده لو انت حابب تعمله بابلش والناس كلها تبدأ تطلع عليه بشكل سهل جدا.